السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني، معكم خوكم غاني. اليوم كما يقول لك الويكاند، اليوم عندنا نيتواياج جينيرال. نعطي لكم من الطريقة تاعي كيف ماشي نيتواي الفراخ، ونحكي معاكم شوية وسي على واحد الطريقة. تسمى كاين الناس بزاف يسألوني، كاين واحد سألني ديجا وسمعتها بزاف هذه الهضرة في الجزائر، وبغيت نحكي معاكم شوية فيها. بو اخواني، بسم الله، نعطيو لكم دابور نبريزونطيو لكم لي ليغون البارفا. هاك تشوفوا لي كاج اليوم نيتواياج جينيرال. الوغ رحنا درنا شويه دي كورس، شريت الصابل. عندك الصابل هذايا فا، هاك تشوفوا خاوتنا، وجدت القراعي تاع الماء هادما كيما تقولوا سعيده، وعندي لي جرال، وشريت خل تفاح بيو. هاو خاوتنا، والوغ الطريقه تاعي خاوتنا باه نيطواي الفراخ. واش ندير؟ راك تشوفوا خرجت الفراخ لي كاج لي باغي نيطوايهم، وهادما على الاخر نديرهم. عندي ساشي، هاي ساشيه، ها هي خاوتنا، وعندي ديغون، عندي زوج انواع. ها مدموسي خاوتنا، هادي تقطعت لي، ها ديغون، وعندك هادي، والماكله. الو خاوتنا، باه نيطواينا درك واش ندير؟ حاشاكم نيطواي، نطيش الخماج كاع تاع الفراخ هادما. نحكم دي لانجات، هام دي لانجات هادما لي نيطوايو بيهم لي زافابو منا في الكوزينه، نقولو في المنزل. هادي نيطواي بها لي كرياج. عندك لي سباتشيل، هدايا نيطواي بيه لو با لتحت، هذا الازرق هذا خاوتنا نيطواي بيه، هذا سباتشيل. وعندك هادية، هادي بروسا، كشما حاجة تبقى في الكرياج. ها عندك زوز انواع، هادي الصغيرة وهادي الكبيرة، هاد مبروسي بيهم الكرياج حاشاك من البراز اللي يبقى حاصل. هادي هي، وعندك الصابل، هادي 25 كيلو خاوتنا، هاي هاي فيغسل لاكا، هادي 25 كيلو. على ندير صابل خاوتنا على جال الريحه، صابل يوبسيرفي، صابل يوبسيرفي البوراس تاع العصفور، والريحه ما تطلقلكش في الدار. الصابل ضروري خاوتنا، صابل تريز امبورطون في الدار. عندك العصافير لازم الصابل، وعندكم حاشاكم واحد تما هذا نطيش فيه الخماش تاع الماء تاع العصافير. وهذه هي خاوتنا، رحنا درنا شويه ديكورس. هذه تاع لي كناري، تقدر حتى تمدها للعصفور. هادي بالعسل، او دارها اخونا حميد بالتمر وقيلة. هادي بالعسل تقدر تمدها للحسونوسي. وشريت هذا الشوفان، نخلطو مع البودور هادي البريقة والميلونج. الو خاوتنا، بغيت نحكي معاكم على المرض الكبدة. هدايا المرض الكبدة هدايا خاوتنا، كيما يقولك في العوام الاخرين هذه الناس كل تحكي على المرض الكبده هذايا. انا دخت يزرعوا لهم في امراض ما تفهم فيها والو. اخواني بغيت نفهمكم في مرض الكبده، وباحتراماتي كما يقول لك لي فيتيرينار، كل واحد الخدمه تاعو وشن هو. حنا كمربيين العصافير عندنا الخبره شويه في العصافير، كل واحد والخبره تاعو. الوغ نهضروا شويه على الخبره تاعنا برك، وان شاء الله نكونوا ما نغلطوش. اخواني الناس بزاف يغلطوا في ناس، ويقولوا لهم الكبده 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 به الناس يشريوا الدواوات. اخي المربي، بغيت نفهمك ما تسمعش الناس كل اللي يقول لك الكبده. كي يقول لك واحد الكبده قول له علاش حتى مرض من الكبده، قول له فسر لي تفسير عليها مرض من الكبده، كيف ماشي مرض من الكبده. اخواني بغيت نفسر لكم الكبده حسب كيما يقول لك الخبره تاعي هذه المتواضعه. هاك تشوفوا المربي العصافير عايشين معايا خاوتنا، والعبد يتعلم، حنا رانا نتعلموا سي خاوتنا. اخواني فرخ باه يمرض لك بالكبده، كيف ماش حتى يمرض لك بالكبده. نفهمك انا كيف ماش حسب ما الخبره تاعي. انت دركا هذا عندك البيض خيل هذا، ها ولا عندك دواء خلاف، انت الفرخ تاعك تمدلو غير في الدواء، تمدلو غير في الدواء، تمدلو غير في الدواء، بيان سير غدو يمرض لك بالكبده. عليها الكبده تصفي خاوتنا. نزيد نعطي لكم وسي
اسمحوا لي دقيقة بركة ونكمل لكم الحكاية إن شاء الله. نروحوا دوبا دوبا. ها مخاوتنا نخرجوا كلش بحدانا يا ربي. إخواني عليه العصفور يمرض لك بالكبدة. الكبدة هاك تشوفوا، ها من عندي هاك تشوف هذا وسي، ها ها الفرشي زيت، ها النيكتون او اخواني فهمكم درك، فهمكم انا في حاجه علاه العصفور يمرض لك بالكبده. بقى واحد ما يغلطكم ولا واحد ما يغلط واحد، العصفور خاوتنا يمرض بالكبده من الماء. جاي العصفور تاعك مدلو ديما الفرتيفيت، ديما الفرتيفيت، والدوزيلو الدوزيلو بزاف. العصفور تاعك الكبده تاعو تعود ما تصفيش مليح، على هادي يمرض لك بالكبده ولا من نيكتون اس بزاف. وصورتو الدواء، الدواء وسي الو الدواء تمدو موديغاسيون كي يكون الفرخ محتاج، ولا كي تشيك في العصافير عندك العصافير بزاف تمد لهم خطره ولا زوج. انا شفت، انا شريت ديجا خاوتنا جامي مرض عندي فرخ بالكبده، مرض عندي غير فرخ واحد شريته ب 300 اورو باناشي. رحت حتى لبلجيكا شريته خاوتنا من بلجيكا، والفرخ مريض نورمالمون يعمل 700 اورو، شريته انا ب 300 اورو كيما يقولك شريته ريسك. علاه مرض بالكبده العصفور؟ انا السيد سقسيته واش تمد لهم، قال لي نداوي فيه، بقى غير يداوي فيه يداوي فيه واحد 3 شهور وهو يمدلو في الادويه. الفرخ يعود ما يفلتريش، الكبده تاعو تعود تفزد. على هذه يا خوتنا العصفور يمرض لكم بالكبده. كاين واحد انا يعني اخي رزاق، انا بغيت نفسر لك بركه مع احتراماتي لك. العصفور كي يمرض بالكبده هي من الدواء بزاف والفيتامينات بزاف بزاف. الفيتامينات ملاح، وشن هو موديغاسيون تمدلو فيه بالقانون كما يقول لك. قال لك غرام تمد، قال لك قل تمد قل، مش انت تقول هذا نقوله مفيد للطير ولا هذا مفيد للطير. انت كي تقول هذا ياكل الطير ومفيد ليه، تعطيه كل يوم تعطيه كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، ولا البايكوكس ولا هذا ولا اي حاجه، المهم مفيده لسورتو كلي برودوي. العصفور غدو يمرض لك بالكبده. بصح انتايا تمد لي جران وتمد الماء، ولا خلي التفاح طوزون طون ساعه ساعه كيما نقولوا، من داك تعطيه خلي التفاح، غدوه تقول لي العصفور مرض بالكبده. يا اخي الكبده عندها حوايج حتى يمرض منها العصفور، ما يمرضش هكاك العصفور بالكبده. اخواني ما تسمعوش الناس بزاف مهبلونا بهذه بطريقه الكبده، غدوه يخرجوا لنا المراره غدوه المسرانه. الوغ ما تسمعوش الناس بزاف واش يحكيو، هذه طريقه باه يمشيو الدواء، باه يبيعوا الدواوات تاعهم، باه نتوما تشريو. حنا كيما يقول لك كونسوماسيون، حنا غير نكونسوميو. الوغ ما تسمعوش، كاين حاجه مفيده نشريها ما كاين مشكل، بصح نمدها في وقتها، نمدها في وقتها خوتنا، مش نزربع زربع. ها هاي معمره، هاي تقريب معمره، ها ما عطيت لهمش مليحه العصفور، بصح ما نمدهاش، عبالي وقتاش نمدها، عبالي بالوقت وقتاش نمدها. اخواني الو بغيت نفهمكم بركه هذه طريقه الكبده، باه لي يشوف الفيديو تاعي الو ماذا به يفهم باللي الكبده عندها مراحل. العصفور يمرض بالكبده كثرة الادويه كثرة الفيتامينات، العصفور يمرض لك بالكبده. بصح باه انت تمد العصفور الماء وليقران يمرض لك بالكبده. هذه خاوتنا انا سمعتها ديرنيغ طون، هذه ديرنيغ كما يقول لك في المرحله الاخيره اللي نسمعوا يقول لي الكبده الكبده. مام بعض المربيين عاد يهضروا غير على الكبده، الكبده حتى الكبده يغلات خاوتنا، رحت للبلاد والله يحب لك باه تاكلها. المهم خاوتنا باه ما نكثرش عليكم، وان شاء الله ما نكونش ثقيل على الناس اللي سمعوا فيا، يعني سمحوا لي على الهضره هذه. وشن هو بغيت نقول لكم بركه الكبده تمرض من كثره الادويه وكثره الفيتامينات بزاف. انا بالنسبه ليا والله اعلم اخواني، الوغ راكم مع اخوكم غاني طله خفيفه
حنا ومازال جلنا خدمه طويله كيما يقول لك. اليوم خدمه نيتواياج جينيرال خاوتنا، هاك تشوفوا مع اخوكم بروسه سباتشيل لانجات صابن على دو انواع، عندك صابن هدايا عندك دي لانجات باه تسمى عليها. درك انا النيتواي النيتواي لي كاج حاشاك من البوراس، كاين بوراج يابس وكاين بوراز، كاين بوراس كيما يقول لك مازال طري، تقيسو بيديك تزيد تصوطي من الكاجة لكاجة فيها شوية أمراض وخماج ماشي مليح، من بعد تاكل ولا حاجة تغسل يديك وتبقى الميكروبات هادي. زوز قراعي تاما ندير فيها خل، خل في زوز ندير فيهم في خل قطرات تاع خل، ندير واحد 8 قطرات ولا 6 قطرات تاع خل شاك قرعة. وتقدر دير الماء اليوم الخل وغدوة إن شاء الله نعطيه من الماء لبيسين. فوالا خاوتنا هذه ان شاء الله تكون المعلومه وصلت. عندك الشوفان هدايا هذا اليوم نخلطه مع البريقه والميلونج تاعي. عندك هذه جربتها يعني خطره مليحه، ياكلها الحسون ما تضروش، تسمى عليها درك انت تعطيه البريقه وهذه تعلقها له ويوقت بها شغل ياكل مني شغل جرينوت ياكل يدوق منه يروح منه يلعب مليحه. المهم وهذه شريتها حتى لوبو. درك اخواني مسي كاينه هذه مرحله تغيير الريش، انت كي يكونوا عندك لي جان خلقوا في الدار وانا حيت لها الوحده خاوتنا بما نديرني بيبليسيتيني والو شنو حتى لي كناريه ايفيكاس هذه سييتها امام الريشي نوت خاوتنا فوشمون الريشي نوت. درك هذه مرحله، المرحله هذه خاوتنا واش هي المرحله هذه؟ العصفور يبدل الريش وماذا بكم تريتيو الفريخ تاعكم وسي. علاش كاينين الناس دي سالفار يقول لك تقول له يقول لك او تريتي كونتر لو بو الفرخ. درك انت الفرخ وسي لازم تريتيه كونتر هدايا باه يعقب الشتا بيان ويقول لك يكون الربيع ان شاء الله يكون بيان بون سونتي. هذه المرحله وسي ساعه ساعه قطره كيما يقول لك قطره صغيره في الرقبه داغيغ كونتر الفاش والنظافه. هاو شرينا هذا وسيا تسابان بيو. وهذه هي اخواني طله خفيفه مع اخوكم غاني. هدرت لكم بركة على اخي رزاق، كاين واحد سقساني وسي قال لي العصفور تاعو بدل ثلاث خطرات الريش. يا اخي واش راح نقول لك، درك كي يكون العصفور تحطو مع الدخله تاع الباب كيما هي تحطو مع الدخله تاع الباب، واحد يفتح الباب الريح يضربو ولا يكون الريح شويه يقدر الفرخ تاعك يمرض لك يدير سقط ولا حاجه يضربو ريح. حطو في بلاصه مليحه عطيه الدوش وما تخافش وان شاء الله يكون بيان. فوالا خاوتنا حنا ان شاء الله نبداو ان شاء الله نيتوايو نيتواياج ان شاء الله جينيرال. وكلو ان شاء الله ما طولناش عليكم وسلامي للحباب الكل، خويا سفيان خويا حميد وكل الناس اللي تبعوا فينا. نتمنى ان شاء الله نكونوا فدناكم بهذه الوحده الكلام تاعنا هدايا وفي موضوع خلاف ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.